علم النفس بيقول إنه دور الأم في حياة الرجل بيبقى مرتبط قوي ومؤثر على علاقاته العاطفية ونظرته للست، نظرته للمرأة عموما. فقد الأم خلاك كنت مراهق حبيب وشاب حبيب و... لأن الست مهمة جدا في حياة الرجل. الرجل ما يقدرش يعيش من غير ست، هي نصك التاني. ربنا لما خلق آدم سعدم وجود الأم خلى وجود الست أهم من الطبيعي طبعا، لأن ما فيش أم. ممكن لو في أم تعوضني عن غياب الست، تمام، لكن ما فيش راجل يعيش لوحده. ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق مع حواء طبعا، فالأم عدم وجودها، وما عنديش أخت يعني ما عنديش أخت، فالعنصر ده عنصر مهم جدا في حياة الرجل. تمام، فاللي يفتكر إن الست مش مهمة في حياة الرجل ده 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 دماغه تعبانة. أكتر مرة حبيت كان عندك كام سنة؟ حب اللي هو الفظيع ده بتاع المراهقين والصغيرين. بس حب المراهقين مش أكتر حب أنا حبيته. يمكن يبقى أصدق حب. لا مش أكتر. ما كانش مش أصدق أكتر حب أنا حبيته. إمتى كان أصدق حب؟ كان عندك كام سنة؟ أحمد العوضي بيتكسف. لا مش بيتكسف، أصدق حب كانت ياسمين. عرب بيتكسف. لا كانت ياسمين أصدق حب. ياسمين أصدق طبعًا حب. طبعًا 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 طبعًا. كان حب صادق وناضج وواعي. إن ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. اللي أنا أقدر أقول لك دلوقتي، لو أنا حبيت مثلا كذا مرة فهي دي الحب الحقيقي، لأن أنا عشت معها أيام بفترات بمواقف بمراحل. فلا طبعا كان حبكوا باين وصوته عالي كده مسموع، وكان الانفصال راقي، كان محترم هادئ، ما كانش ليه صوت. زي ما بقول لك يعني، هي النهارده بقول لك هي الحب الحقيقي في حياتي، وافضل اقول كده على طول. خلي بالك مش دلوقتي بس، لان مش هعيش اللي انا عشته مع ياسمين. مش بصي، انا واصل لمرحله ان انا ممكن اقول الكلام